ويخضر لو جرحت مشاعره برسمة أو بكلمة، لكنه يهلل فرحا لمرأى رأس مقطوع. هل تعرفون من هو؟ أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم وحلقة جديدة من تنوير وتثوير، معكم منصور الناصر. على إثر الأحداث المؤسفة التي حدثت في فرنسا وعمليات قطع الرؤوس التي جرت هناك والدعاءات الإساءة للدين وما إلى ذلك، سأستعرض مفهوم الإساءة من وجهة نظر غير المسلم مع نبذة سريعة عن تعريف مصطلح الإساءة وما المقصود به، وسأتساءل فيه. أولا عن تعريف الإساءة، ثانيا الفرق بين النقد والإساءة، ثالثا عن حرية التعبير، ولماذا لا يقدم لنا رجال الدين تعريف نهائي لهذه المسألة ومدى اختلافها عن القيم الإسلامية والموروثة، ورابعا لماذا هذه القضية لها هذه الحساسية الكبيرة حاليا. أما في الحلقة الثانية فراح أتناول مفهوم الإساءة للدين من وجهة نظر المسلم المتدين أو غير المتدين الذي يعيش ضمن الفضاء الإسلامي. فيما يتعلق بمفهوم الإساءة وهو موضوع هذه الحلقة الأولى، سأستشهد بنص ديني أولا، وهذا ليس من طبعي تعرفون، لأن النص الديني يحتمل الشيء ونقيضه، كل شخص يطلب النص الذي يدعم حجته وليس ولا يطلب النص فيما يقوله مباشرة. الآية اللي يعنيها هي آية من سورة فصلت، وتقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هذا برأيي تعريف ممتاز لمفهوم الإساءة، ويتضمن معنى عميق يشير إلى أن الأمر فردي ولا يصح اعتباره جماعيا. الأمر المهم الثاني أنها لم تحدد جنس وطبيعة المسيء أو المحسن، إنما جعلته مفتوحا للمسلم أو غير المسلم. بهذا الأمر أيضا تؤكد آية أخرى تقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أو ادفع بالتي هي أحسن، السيئة نحن أعلم بما يصفون. هذه كلها تؤكد المعنى الفردي الخصوصي للإساءة وليس الجماعي. من هنا فأن تعميم الموضوع المقصود مؤخرا وجعل المسألة الإساءة مسألة في الإساءة جريمة، هذا يقودنا بالضرورة للتضييق على حرية الرأي أو التعبير والتحكم بالتالي في النقاش المدني المفتوح، وأيضا بقمع المخالفين وتعزيز التطرف والتعصب الديني. هذا أيضا يعطي للحكومات ورجال الدين المتحالفين معهم بالطبع حق تحديد الأفكار المقبولة وغير المقبولة أخلاقيا ودينيا وسياسيا، بالتالي هم يتحكمون بكل أمورنا. وبالفعل هو هذا اللي نشاهده حاليا، نادرا ما نجد أحد شخص من عندنا يتمكن بالنقد الأديان أو التعرض للمؤسسات الدينية، والحجة جاهزة وموجودة هي حماية المقدسات الدينية واحترامها. طبعا هذا غير ممكن لأن الأديان لم تنزل من السماء، وهي بالتالي تقدم ادعاءات متضاربة حول الحقيقة والمعنى وكل شيء. الآن ما هو الفرق بين النقد والإساءة؟ النقد يتناول فكرة قابلة للتغيير والمراجعة، أما الإساءة فهي تتعلق بانتقاد قضية لا إرادة لصاحبها فيها. مثلا أنا الآن شخص ولدت في العراق، فأنا ما لا أستطيع أن أغير طبيعتي، ولا أستطيع أن أغير لون بشرتي، ولا أستطيع أن أغير تكويني الفيزيائي شكلي، أكو أشياء ما متحكم بها. ربما أكو شخص أيضا يولد معوق معاق أو مصاب بإعاهة، أو شخص هو قصير القامة أو طويل جدا أو هذه كلها مواصفات خلقية موجودة جزء ليست بيد أحد. بالتالي هذا عندما يتعرض شخص للإساءة بهذه القضايا تعتبر إساءة. أما عندما أنا أجي أنتقدك لأنك أنت مثلا قلت رأي أو فكرة يعني ما عجبتني، أقول لك هذه الفكرة لا تعجبني أو أن أنا عندي ملاحظات عليها، هذه ليست إساءة. أو أنت تؤمن بدين معين، تؤمن بإله، هذا الإله ليست، ربما أنا أؤمن اليوم بهذا الإله، هؤلاء أشياء متغيرة لا يمكن
لا يمكن على الإطلاق الثبات فيها. اليوم أنا عندي قناعة، بكرة عندي قناعة مختلفة. اليوم أنا مؤمن، اليوم أنا مثلا متدين جدا، أو اليوم أنا مسلم، غدا أغير قناعتي، ممكن أكون مسيحي أو لا ديني أو أي شيء. هذا لا يعتبر إساءة. ليش؟ لأنه عندما يتم النقد أو التعرض لهذه القضية لا تعتبر إساءة، لأنها هي مجرد تبادل أفكار، ولن تنقلب الدنيا إذا حدث فيها أي اختلاف. بالعكس، هذا الاختلاف ربما يكون في صالح الجميع. أنا بالنسبة لي توصلت بأن الهدف من مفهوم المقدس بأكمله هو ليس حماية الدين أو المقدسات، إنما توفير حصانة مطلقة كما قلت لرجال الدين والسلطات الحاكمة. وطبعا احنا كلنا نعرف الآن من الصعب جدا على أي واحد من عندنا أن ينتقد الرموز الدينية الحية وليس الرموز الدينية البائدة أو الرموز الدينية اللي هي من الصحابة والتابعين. هذا مفهوم استبدادي، استبدادي، وهذا أسوأ حتى من الدكتاتورية، لأن هذا المفهوم يصطبغ بطابع المقدس كما قلت. ومعنى أنه هذا الشخص لم يعد المقدس أو الذي المحاط بهالة التقديس أو الذي ممكن في أي لحظة يصدر عليك حكم إزدراء الأديان وينفيك أو يقمعك. هذا الشخص أصبح حالة جامعة شاملة ونموذج لا يجوز التعرض له، أي أنه أصبح أشبه بلون الجلد مالتي، أو أشبه يعني أصبح حقيقة لا يسمح بنقدها أو المطالبة بتغييرها. يحاول هذا النموذج أو الإله أو المقدس أو الشخص المبجل أو الشخص الدكتاتور أو الطاغية، يحاول أن يوحي للجميع بأنه لا يمكن تبديله ولا يمكن تغييره، أنه قدر حتمي علينا. هذا الخلط هو اللي أشر عليه. المهم، الإساءة كتعريف هو وصف، يعني تصف وصف عام يشمل المعاملة السيئة والإتيان بالقبيح من القول والفعل. الملاحظ أن هذا المصطلح اللي اكتشفته أنه لا يوجد له أي أساس قانوني في القوانين يعني الوطنية أو الدولية. بحثت كثيرا ولم أجد شيئا بصراحة، ولكن سأضع رابط كما قلت للمقالة ومصادر هذا الكلام. الآن أأتي لمناقشة مفهوم الإساءة من وجهة نظر إنسان غير مسلم. تعرفون أن الحوادث جرت الآن في أوروبا في خاصة الفترة الأخيرة وأثارت ريبة كثيرة، وأنا شخصيا واجهت مشكلة. أنا أعيش الآن في هولندا، واجهت مشكلة مع الآخرين بديت ألاحظهم ينظرون لي نظرات غريبة، وكأنما أنا مجرم أو شخص ممكن في أي لحظة يقوم بتصرف غير طبيعي. الآن هاي النظرات بديت أشعر بها، وحتى أكو ناس قريبين جدا من عندي بدأوا يتحدثون معي. من خلال هذا أنا راح أوصل لكم وجهة نظرهم بلسانهم، راح يعني أتخيل هم يتحدثون، وأبدي بفقرة الأولى. الفقرة الأولى، هؤلاء راح واحد من عندهم يقول لك أنا لا أعرف ما هو الإسلام ولا يهمني أن أعرفه كما تعرفه أنت. ما أعرفه أنكم تقولون أن دينكم هو دين محبة وتسامح وسلام. لا أعرف هل تقصدون هذه الرؤوس المقطوعة التي قطعتها؟ لهذا أنا أقول لك، بأي حق تطالبني بعد ذلك بعدم توجيه النقد إلى دينك أو عقيدتك أو إليك شخصيا أو إلى ملتك كمسلم؟ هل تريدني مثلا أن أرى أناس يصرخون الله أكبر ويقطعون الرؤوس وأقول له أنت لا تمثل الإسلام؟ لا أعرف هذا الشيء. المهم، ثانيا راح يقول لك هذا الشخص الغربي، لا تحدثني عن رسوم مسيئة، حدثني عن السبب الذي جعل الرسام يرسمها. لماذا رسم الرسام ما رسم؟ ألا يعني هذا أن هذه إشارة مهمة جدا كان يجب أن تتلقفها أنت كمسلم بدلا من أن تحتج عليها؟ عندما تشاهد الناس تنتقد ما تفعل، لابد أن يكون هناك شيئا يستفزهم. هنا يظهر أن من أساء هو أنت وليس نحن، على الأقل داخل بلداننا وضمن الإطار الثقافي اللي نعيش به. ثم أنكم تقولون أنكم تدافعون عن نبيكم وتقولون أنه نبي الرحمة والسلام.
هذه هي الرحمة التي تتحدثون عنها؟ اقتحام كنيسة وذبح امرأة بريئة عمرها 70 سنة، ما ذنب هذه المرأة؟ ثم ماذا عن الأجساد اللي سحقها مسلم؟ إذا افترضنا هذا المتحدث هو من سكان مدينة نيس قبل 4 سنوات، أكو مسلم أذن سحق الناس بالمئات، فات على شارع بالشاحنة، يقول شاحنة ضخمة، قبل 4 سنوات، وسحق ما أتذكر بالثمانين أو 90 شخص ماتوا، وكان يصرخ الله أكبر، وأنتم كفرة وتستحقون القتل، وفعل ما فعل. ثالثا سأقول لك شيئا باعتباري أنا من سكان هذه البلاد، ما أعرف أن هناك أخوة وأصدقاء وأبناء صغار لسحقهم هذا المسلم وأيضا قطع رؤوسهم. الآن أنت تطالبني بعدم الإساءة لإسلامك ونبي إسلامك، هذا شيء عجيب. أنت بالنسبة لي مسلم مثل ذلك المسلم، وبالنسبة لي أنتم تمتلكان نبي واحد. أطالبك الآن أن تقدم لي ما يؤكد اختلافك عنهم، عن القتلة. قل هؤلاء قتلة لا يمثلون الإسلام ولا علاقة لهم بالإسلام، فأؤدك أصدقك، لكن بشروط. قدم لي شيء يجعلني أشعر بأنك تختلف عن هؤلاء، لأن اللي قام بالعمليات الإجرامية هاي وقطع الرؤوس هؤلاء كانوا شباب عاديين ولا سوابق لهم، فكيف أعرف أنك لست منهم؟ رابعا لا تحدثني عن قضايا جانبية مثل ذهب أفريقيا لسرقة دولتي، ولا تحدثني عن الهولوكوست وقوانين الهولوكوست، ولا تحدثني عن المليون شهيد في الجزائر، لا تحدثني عن حملات الصليبية، هذا موضوع خارج بالنسبة لي وفيه كلام كثير لا يخصني، أنا أعيش في بلادي وأنت ضيفي. خامسا الدين لابد أن تعرف لم يعد جزء أساسي من حياتنا، إنما أصبح جزء من حال بقية الأجزاء من الحياة، يعني له حضوره ولا احترامه ولا تقديره، هو شيء، هو حال السياسة، حال الثقافة، حال الفن، حال الأدب. يبدو أنك تصور لنفسك وكأننا نقف على أبواب أورشليم الآن، واضعين على صدورنا علامة الصليب. أخي هاي أحداث عمرها 1000 عام انتهت، إحنا الآن تغيرنا تماما وأصبحنا نقبل حتى بوجود أديان أخرى مختلفة بيننا، وحتى طوائف ومذاهب مختلفة. لم تعد مسألة الدين مسألة أساسية في الحياة، هي جزء من الأجزاء الأخرى في الحياة، لكن الجزء العام الأساسي هو وجود نظام ووجود قوانين تضمن حقوق للجميع. هذه المسألة الآن عليك أن تفهم هذه القضية. عندما تحاسبنا شفنا صور لكم وأنتم تكسرون في مدينة في بريطانيا صليب كنيسة، ما علاقة الصليب الكنيسة بالموضوع بأكمله؟ بالنسبة لنا الموضوع الدين موضوع شخصي خاص بكل إنسان، الموضوع الأساسي هو موضوع الحياة، وأنه نمشي جميعنا في قوانين مشتركة نحترم بعضنا، وأكو حقوق تضمن حق أن تفعل ما تشاء بالحدود اللي ما تسمح بتجاوز حريات الآخرين. لابد أن تعرف أن نحن أبناء اليوم، أبناء اليوم الذين استضافوك ورحبوا بك وسمحوا لك بأن تفعل ما تشاء وبكل احترام، حتى أننا ساعدناك، لابد أن تتذكر أننا ساعدناك وقدمنا لك كل عون، ولم نمنعك من السكن بيننا والذهاب إلى أي مكان تشاء. معظمكم أتيتم هاربين من بلدانكم واستقبلناكم وأعطيناكم حقوق اللازمة التي ترغبون بها، وأنتم جئتم أصلا حتى لمعرفتكم بأنكم ستنالون حقوق تليق بكم. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ هل تريدون أن تحتلونا تفرضون علينا شريعتكم بأي حق وبأي قانون وبأي عرف؟ دعنا من كل هذا الآن، ضع نفسك مكاني. افترض أنني ألماني مثلا وسكنت مع مليون ألماني في مدينتك المسلمة، حدث طارئ وهاجرنا وأتينا إليكم، عشنا معكم، ثم في يوم من بعدة مرات يطلع شخص ويقتل منكم من بيننا ويقتل أناس من بينكم ويقطع رؤوسهم، ويأتي بعض الأحيان أيضا يأتي شخص بشاحنة ويسحق مئات الأشخاص المسلمين من مدينتكم أو بلادكم كما حصل في مدينتي، ماذا كنتم
ستقولون حينها، وماذا كنتم ستفعلون؟ تخيلوا الأمر، هل كنتم ترسمون رسوم مسيئة لنبينا أو لمعتقدنا؟ فقط اسأل نفسك وحاول أن تكون منصف وجاوب هذه الإجابة لكي تعرف مقدار صبرنا على ما يحصل في بلداننا منذ نحو 20 عاما مضت. الآن راح أنهي الموضوع وأقدم لك مجموعة ملاحظات. يجب أن تعرف لا أحد يصف نفسه بدينه إلا أنت. كل الناس يصفون أنفسهم بأنهم فرنسيون، ألمان، عراقيون، ينسبون نفسهم إلى مدن لندني أو برليني أو باريسي أو بغدادي، يعني اللي هنا. إلا أنت تصف نفسك بأنك مسلم وتتحدث معنا على أننا آخرون. ليس هذا فقط، أنت بصفتك مسلما لا تعرفني في قرارة نفسك كفرنسي ولا كألماني ولا كعراقي ولا كهندي ولا كياباني، بل ولا تريد أن تعرف هذا، ولا تريد أيضا أن تدرك معنى هذا. أنت تريد أن تقول أنك مختلف عني، أنا مسلم وأنت مختلف، وبالتالي من حقك أن تقتلني فقط لأنني غير مسلم. هذه جريمة الوحيدة في نظرك. أنت تعلمت كما يبدو أن ترى بعين واحدة فقط. السؤال الأساسي، لماذا تقبل أن أعاملك كإنسان وأمنحك كل حقوق الإنسان، لكنك في المقابل ترفض رؤيتي كإنسان وتعاملني ككافر؟ إنها قسمة ضيزة. الآن سأحاول أن أخرج من جو صدمتي بالمسلمين في مدينتي، وسأصدق مزاعمك بأن من قتل أبناء مدينتي لا يمثلون الإسلام، وأن هنالك ناس طيبون من المسلمين وأعرفهم وأصدقائي. لكن سأطالبك مقابل كل هذا أن تقدم لي نماذج أخرى ناجحة للمسلمين، حتى أعرف بأنه المسلمين لا يقطعون رؤوس فقط، لا يسيئون للآخرين. قدم لي نماذج مشرفة لك. أنا بالنسبة لي كفرنسي أو كأوروبي أو كإنجليزي أني أدعي بأنه قدمت كثير للإنسانية. صحيح أدى سوينا مشاكل بتاريخنا، لكن احنا قدمنا الكثير للإنسانية والبشرية. لاحظ، أنا أقول فرنسي ولا أقول مسيحي. احنا عندنا كل الأجناس وكل البشر هم واحد. صحيح كل الأجناس وكل البشر عندهم تاريخ إجرامي، لكن الآن الجميع تغير والكل يحاول أن يقدم شيء للبشرية ويساهم قدر المستطاع. إلا أنت وجماعتك لا تقدمون أي شيء للبشرية. أخيرا يجب أن أوضح لك طريقتي في التعامل معك. في تعاملي معك أنا أريدك أن تمثل الإنسان، لا أن تمثل أمامي الأديان. أنا لا علاقة لي بدينك ولا علاقة لك بديني أو عدم أو لا ديني. هذه شروط العقد بيننا، وهذه الشروط وهذا العقد بيننا هو الذي سمح لك بأن تعيش على أرضي وتعمل وتنال كل حقوقك كإنسان، وحتى جعلتك مواطن حالي حالك، وصار البلد الذي أعيش به مثل ما أنا أعيش به أنت تعيش به، ولك حقوق مساوية لحقوقي، لا فرق على الإطلاق بأي شكل من الأشكال قانونا. أنت وافقت ووقعت، والعقد كما يقال شريعة المتعاقدين. أما أن تأتي وتطالبني بعدم الإساءة لدينك فهذه مسألة تعتمد عليك. أنا لا أتعامل في الأصل مع أحد بنظام الأديان، فإن كانت ممارساتك لدينك هي قتلي وقطع رأسي وتنفيذ شريعتك بحقي وفي بلادي وتحت علمها ورغم عن قوانينها، حينها ستعرف على دينك جيدا. أنت حصلت على كل حقوق بلادي وتساويت معي في الحقوق، لكنك في قرارة نفسك ترفض هذه البلاد وتريد أن تستولي عليها بمعتقدك. هذا شيء لا يجوز. ثالثا، كما قلت لك، لا تنسى بأنك أنت من تعامل معي بنظام الأديان وليس أنا، فلا تحدثني بالتالي عن كراهيتي أو محبتي لدينك. أنا لا أعرف الإسلام لكي تتهمني بكراهيتي للإسلام وأن الإسلام هناك من يكرهه. أنا غير معني بهذا الموضوع على الإطلاق. أنا أعتبرك إنسان فقط كما قلت لك، ولا يهمني دينك أو شكلك أو عرقك. دينك يهمني فقط حين أرى أنه يهدد إنسانيتي وحريتي. وأخيرا، أنت المسؤول عن إهانة دينك. إن كنت تتهمني بإهانتي لدينك
فأنت المسؤول عن إهانة دينك وليس أنا. لا تطالبني بالتالي باحترام دينك وأنت تمارس الإرهاب وقطع الرؤوس، سبحان الله كما تقولون، تقطع الرؤوس ثم بعد ذلك تقول كيف تهينين لأنكم أهنتم ديني. سبحان الله، شيء عجيب هذا يعني، ما يعني شكرك شكرا جزيلا مثلا. لهذا أنا غير مطالب بأن أمتنع عن نقد دينك وأي دين، لأنك تتعامل معي وفقا لتعاليمه، وبالتالي من حقي أن أقبل أو لا أقبل به. جهلك بالفرق بين الإساءة والنقد وحرية التعبير ليست مشكلتي، هذه مشكلتك، لكن الفرق أنا أعرفه ولست أنت. بالنهاية راح أقول لك شيء واحد ربما لا تدرك معناه وربما لن تدركه أبدا. الإنسان لا يعود إنسانا إلا إذا فكر وتحدث وعبر عن نفسه. الإنسان هو قدرته على التعبير والتفكير وطرح الآراء والبحث بحرية وانفتاح وشجاعة. دون هذا لا يعود إنسانا، يفقد صفة الإنسانية ويتحول إلى حجر، يتحول إلى آلة جاهزة للاستعمال وحتى الإهمال أو أي شيء آخر، قاطع رؤوس مثلا. حرية التعبير والتفكير والإيمان واللا إيمان أيضا حقوق أساسية لم نضعها نحن في دساتيرنا اعتباطا، إنما دفعنا ملايين الضحايا لكي يجري العمل بها وفرضها على الجميع، ليس فرضها بموافقتهم بإرادتهم. أما محاولتك إرهابنا وإثارة الرعب بيننا لتغيير هذه الأعراف والقوانين التي دفعنا بها ملايين الضحايا، فهذه محاولة فاشلة ومستحيلة، وسترى نتيجة تعنتك قريبا جدا في هذا الأمر. لأننا متخصصون بالتعامل مع كبار المتعصبين والدغمائيين عبر التاريخ. أقول لك في النهاية، نحن أصلا من سهل لكم الظهور ولأسبابنا الخاصة آنذاك، ومثلما عرفنا كيف نسهل عملية ظهوركم سابقا، فسنعرف كيف نقضي عليكم لاحقا. استشهد في النهاية لمقولة لأحد المتدينين، الآن انتهى كلام الإنسان الغربي للمسلم العربي، والآن استشهد مقولة قرأتها لشخص متدين، قال قرأتها موقع ما أذكر وين، موقع عربي، قال: نحن من أساء أولا للإسلام قبل غيرنا، ومن لم يحترم نفسه لا يحترمه الآخرون. لهذا يجب على المسلم أن يراجع ما تعلمه عن دينه ويختار ما يراه نافعا له في عالمنا المعاصر. وأضاف: والقرآن يقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أي معنى لا نكون فتنة للكفار بتطبيقنا السيء لديننا فينفروا منا ومن ديننا، بل يتطاولون عليه. مع السلامة.